تحية مشاهدينا الكرام، تحية لكم أينما تتواجدون. سنتكلم بإذن الله عن جائحة كوفيد 19 وعن عنصر بشري هام لربما قد تناساه البعض ولكن هو الكل، ألا وهو السائق المهني. عند ظهور الجائحة حالت طارئ الصحي التزم بها الجميع في المنازل، لكن السائق المهني الوحيد الذي بقي يوصل إليك ما تأكل، ليس في المغرب فحسب بل في العالم. والسائق المهني المغربي له كل التحية والتقدير والاحترام، لولاه لما وصلك من المؤن ومن الخضروات ومن كل شيء تحتاجه الحياة. إذن لابد أن نلتفت للسائق المهني أقل ما يمكن أن تفعله الدولة إزاء هذا السائق المهني، وخاصة للشاحنات الكبرى ولكل وسائل النقل، هي التغطية الصحية. يستحق السائق المهني المغربي أن تكون له التغطية الصحية، سواء يشتغل في الشركات أو مع الخواص، لأن به تسير الحياة وبه تكمل الحياة. وأنتم شاهدتم دور السائق المهني إزاء الجائحة. إلى ذلكم الحين، هذا عبد الحق خرباش يحييكم من مدينة زازا ويرسل تحية خاصة لكل السائقين المهنيين بالمملكة المغربية الشريفة، وخاصة هناك من السائقين من إدلب إلى أوغاد إفريقيا وكذلك إلى أوروبا. شكرا، إلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.